لقي 17 شخصا على الأقل مصرعهم في خولياكا في جنوب شرقي البيرو في منطقة إمارة الواقعة في مقاطعة بونو التي تقطنها غالبية من السكان الأصليين للبلاد، في صدامات دارت بين قوات الأمن ومتظاهرين مناهضين للرئيسة دينا بولوارتي حاولوا اقتحام مطار المدينة. Y lo pedimos de que señora Dina te renuncie porque ahí usted es una asesina porque mucha gente está muriendo por tu culpa la verdad acepta que el pueblo no te quiere. ويطالب المتظاهرون باستقالة الرئيسة بولوارتي التي كانت نائبة للرئيس بيدرو كاستيو، لكن البرلمان عينها مكانه عندما عزله في كانون الأول ديسمبر ردا على محاولة الرئيس الاشتراكي حل السلطة التشريعية في البلاد. ¿Quién nos va a defender? ¿Quién va a ver por estos niños que están traumados, por estos niños que están quedando sin padre, dice, sin madre, huérfanos? Ahora el Estado no nos va a hacer reparar. Ahora tenemos compañeros con pobladores heridos. ومنطقة بونو الحدودية مع بوليفيا هي مركز الاحتجاجات في البلاد، إذ تشهد منذ الرابع من كانون الثاني يناير إضراباً مفتوحاً.